لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكنها في المسجد أشد حرمة. المصور ملعون، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شدد في التصوير أكثر من التشديد على الربا وعلى المعاصي الأخرى. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. مثل الوعيد لفرعون، ويوم القيامة أدخل فرعون على فرعون أشد العذاب. فالناس تساهل في التصوير، الصحف المجلات في الكاميرات دائما تشوف عند الحرم يصوروا الناس. قلدوا اليهود والنصارى، قلدوا اليهود والنصارى، ونسوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والتحذيرات الشديدة من التصوير وما شاكله. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى كراما خرقة في صور وغضب منها وأمر بفرقها عليه الصلاة والسلام. والصور الآن في المجلات في الصحف في التلفزيون آتنا أكثر وواضحة أكثر. في الكلام ما تظهر كثيرا، مع هذا أمر الرسول بفرقها، وهذه ظاهرة واضحة.